نيلي في الفوازير بتلبس لبس ما حدش يعني زي ما انت شفتي نيلي وشريهان كان عندهم لبس كتير جدا، كانت حاجات وبعدين احنا بنشوفها طول الوقت بتلبس وبتغير لبسه بالظبط. احنا كنا بنشتغل، انا كنت بخلص كنت في الكونسرفاتوار، اخلص دراسه اروح الاستوديو كان اخراج جمال عبد الحميد، الاقي نيلي والناس كلها موجوده وافضل اصور معاهم لحد مثلا الساعه 1 2 واصور في الف ليله وليله مع علي الحجار، واروح الصبح الساعه 8 الصبح على المعهد. الاوضه بتاعت نيلي كانت عامله زي ايه، مغاره علي بابا. قعدت توريني ازاي بتوفق اللبس مع بعض، ازاي ممكن منديل شرب زي الاشربات اللي انتوا بالالوانات دي، هي تحطها تعملها زي السكيرت كده وتجيب بروش مش عارف عامل ازاي فتحطه ازاي، وتجيب ريش وتحطه عليه ايه، ففجاه تلاقي هي لابسه حاجه جامده جدا انت مش عارفه ايه دي، بس هي لابسه حاجه فظيعه، ايه الواو ده، وهي عامله الفكره بنفسها حاجات بسيطه.